السلام عليكم. صباح الكريم عليكم. اكو ناس بعد الفطور تتحلي، اكو ناس بعد الفطور تفطر مره ثانيه، وانت نوع من حلي؟ لا لا هذا لا امارات. شلونكم؟ شلون اجواء رمضان وياكم يما؟ والله الحمد لله زين رمضان، بس ورا الفطور شويه اتعب. الحمد لله. نعم. زين يما شلون تشوفين اجواء البصره حاليا؟ حلوه كلش حلوه، يعني كل سنه جاي يزيد حلاها اكثر ما شاء الله. زين يما اكثر مكان تحبي البصره وين؟ والله اكثر شيء شنشل مول، احنا تايم سكوير، بس الصبايا ساعات ياخذون اخوهم ويروحون الكورنيش. كورنيش شط العرب كلش حلو. وانتي؟ وياهم. حلو. شنو اسمك؟ هدى. وانتي؟ هنادي. هنادي. ومن عبد الله. ام عبد الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. اشكرك. احنا برنامجنا ليالي بصريه ما شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. على قناه فطر الفضائيه بيكم قاسم خالد. حياكم الله. ودور مشاكل انا. دور مشاكل؟ جاهزين مشكلة؟ الله بسم الله الرحمن. حسن شوف تحبين طبخ امك؟ اكيد. وانتي؟ كلش احبه. كلش تحبينه؟ اذا فزتي معاي ما تصير مشكلة ان شاء الله. لا عادي عادي. أوكي. انا اتقبل الاراء من النوع. خلاص ام شوية فري. حلو. اكتبي لي وجبة انت تحبينها. اي بس لا تقولين، اكتبي كتابة فقط. خلنا نشوف مخرجي خلى كم هنا، خلينا نشوف هذه المشكله تستمر لو لا. اوكي هي تحب اكله. اوكي شو توقعينها؟ المندي. مندي. شو تحبي انت؟ انا احب المطبق مال امي. لا خسرتي. اوكي اوكي بعدنا اكتبي لي وجبه انت تحبينها. انا احب ان ماما تسويها. يعني ماما تسوي لك اياها. ماما تسوي وجبه تحبينها. انا فوزك. لا عادي لازم تجون تفوزين ان شاء الله. لا تقولين عيونك لا تسولف. لا صدقني ما احزر ايش يكتبون بناتي. شو تتوقعين؟ يعني اكيد عافيه. شنو هي؟ دائما شنو؟ نو طبق دجاج. قشتها. صدقني احب ماما ودائما يعني اسوي لهم اياه. انا احفوزكم عادي. انا سربوا نحفظ هاي العوان، عواننا البصره، عواننا حلوين وطيبين وهالكرم. الله يحفظكم ان شاء الله. بس عندي بعد محاوله ثانيه قبل تفوزون. شنو تتوقعين هي كاتبه اسمك والتليفون؟ بنتك شنو مسجله اسمك والتليفون؟ شنو تتوقعين؟ نبعي. مو نبع الحنان اعتقد. او لا اليوم هذا طلاب ما تفوز اليوم. هاي المشكلة ما تفوت. تقولي نبعي هي ما تصح لي. ماما تصح لي نبع الحنان. بس بالنقال لا خلاص سميتها ماما. ماما حلو. زين شو تتوقعين هي كانت اسم في التليفون؟ اي همتين ماما اعتقد. ماما؟ يعني فزتوا؟ واخيرا بعد محاولات الكثيرة والكثيرة هذه جائزة مقدمة من شركة يوسف طباعة الإعلان. تستاهل كل الخير. قولوا الشركة قولوا باي.